القاضي عبد الحفيظ البنا. مرحبا بك سيادة القاضي. حياكم الله. يعني لنبدأ من معاناتكم أنتم التي يعني تسببت أيضا في معاناة مواطنين وذكرها التقرير. لنبدأ في معاناتكم أنتم، لماذا هذا الإضراب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. نحن لم نضرب ولم نتوقف على العمل، بل أجبرنا على التوقف على العمل، وذلك عندما لا تقوم الدولة أو السلطة التنفيذية بحماية مقرات المحاكم. كيف؟ لا توجد الحماية الكافية ويحصل تهجم على المحاكم وإطلاق النار، بل إطلاق صواريخ على المحاكم. عندما تنسحب الحماية من أمام المحاكم ويعز للمواطنين إلى الدخول وإهانة القضاء والقضاء واختطاف القضاء، عندما يقتل القضاء ولا أحد يتحرك ولا تتحرك السلطة التنفيذية ولا البحث الجنائي ولا غيره، وتلفونه إلى يوم يتم استعماله، بينما عندما خطف ابن هائل سعيد، أحد أبناء هائل سعيد، بعد 3 أيام قبض على من كان لديه الهاتف حق ابن هائل سعيد. والآن أكثر من سنة من عندما قتل القاضي حمود مرشد، وتلفونه يستخدم إلى اليوم هنا في منطقة سمحان، ولم يتم القبض على مستخدم هذا التلفون. عندما يعني سيادة القاضي عفوا، يعني أنت قلت أنه يتم إيعاز المواطنين أنهم يعملوا لكم مشاكل في المحاكم، يتم، هل تنتظرون أن يتم يعني الإبلاغ عن الذي معه الرقم؟ يعني بداية مشكلة حصلت لكم، هل تنتظرون أن من عمل لكم المشاكل أن يعني يأتي لكم بأرقام أو السلطة التنفيذية الدولة الأمن كيف استطاعت أن تقبض على من أخذ أو على من أخذ تلفون ابن هائل سعيد في خلال 3 أيام؟ لأنه دفع لها مال، بينما من يستخدم التلفون حق القاضي حمود مرشد، وقد يعني قبل سنة إلى من سنة إلى الآن لم يقبض عليه، وهو في إطار دائرة سلحان. عندما يختطف القضاء ولا أحد يتكلم، عندما لا تنفذ الأحكام. وصلت الفكرة، يعني نادي القضاء أقام الدنيا ولم يقعدها عندما يعني بمجرد اختطاف قاضي، بينما يقتل يوميا عدد من المواطنين، فماذا يعني ذلك؟ يعني أي مواطنين ورجال أمن، ماذا يعني ذلك؟ أقول السبب ليس اختطاف القاضي فقط، أيضا من القضاء من قتل، ولم يتحرك الجهات الأمنية للقبض على القاتلين. بالأمس قتل كما جاء في التقرير أحد أفراد الشرطة العسكرية، قيل لي بأنه تم القبض على القاتلين وسلم إلى الشرطة، أين هم الآن؟ طيب يعني على أقل أين هم الآن؟ لقد تم الإفراج عنهما. سيادة القاضي على أقل تقدير يعني يفترض أن تصدروا بيانا. أصدرنا بيان، لكن نحن عندما خرجنا، موجود في البيان قد تم نشره، نحن عندما خرجنا ليس لاختطاف القاضي ولكن لاستقلال القضاء أولا، أن يقوم مجلس القضاء بواجبه واتخاذ سلطاته الدستورية والقانونية تجاه المخالفين في السلطة التنفيذية. يا أخي عندما لا تحترم قرارات القاضي ولا تنفذ، عندما يتحول رؤساء الاستئناف فلا بديل لك من السلطة القضائية إلى وكلاء لأصحاب البنوك وأصحاب رؤوس الأموال والشركات، فعندما يصدر القاضي مذكرة بحجز مبلغ للعامل ليرفض رئيس الاستئناف ختمها، ماذا تنتظر من القضاء أن يقولوا؟ لابد أن يقوموا بثورة ضد هذا الظلم الموجود في داخل القضاء وفي السلطة التنفيذية. ولذلك أنا سألتك عن أن تبدأ الحديث بمشاكلكم ولماذا أضربتم إلى آخره. الآن المشاهد وخصوصا الذي لديه قضايا يعني وضع نفسه في مكانكم لكي يقدمكم نوعا من العذر، لكن أنت الآن ومجموعة القضاة الذين أضربوا ضعوا نفسكم في مكان الناس الذين لديهم مشاكل. يعني ذكر التقرير، في التقرير أحد الأشخاص قال إن هناك أرامل متوقفة يعني مبالغ مالية لهم، ويعني للأسبوع الرابع تواليا، والمواطن يشكو لديه قضايا يعني وتباكى على المسجونين. صح. أنا أسألكم سؤال، كم عدد المسجونين في سجون المشايخ؟
الى اليوم الى يومنا هذا ولهم سنين. لماذا؟ كم عدد المسجونين؟ لماذا الرابط في سجون؟ يعني اسمعنا اسمعنا في الاخير سنة كم عدد المسجونين في الامن السياسي؟ كم عدد المسجونين في الامن القومي؟ كم عدد المسجونين في السجن المركزي من قبل المشايخ وبدون حق لمن سجنهم؟ طيب. لماذا لا يتم التفتيش عليهم واخراجهم ومحاكمه من قاموا بسجنهم؟ أنا يتباكون عن 4 اسابيع. طيب. وانا سياده القاضي لهم سنين مسجونين في الامن السياسي. طيب. من تحدث عنهم؟ طيب 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 لماذا اليوم يتم التحدث لما حين بداتم الاضراب؟ لا تسالني انا، اسال السلطه. انت طرحت عده مواضيع تراكماتها تعود الى السلطه التي تبت في 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 هذه المواضيع كلها، موضوعك موضوع المساجين الذين لدى المشايخ، لكن انا احدثك عن يعني معاناة سببها إضراب بكم. نعم. معاناة يعني لماذا مثلا لماذا سيادة القاضي لماذا مثلا لا يضرب بعض القضاة، وبعض القضاة يعني يستمرون في معالجة مشاكل الناس يعني بالمعنى البسيط يا رحمته، يعني مواطن بسيط أرامل متوقفة مبالغ مالية لديهم، يعني ضعوا هذا الكلام تباكي في غير محله. أين أنتم بل في محل سيادة القاضي؟ أين أنتم من المسجونين في الأمن السياسي؟ أين أنتم من المسجونين في الأمن القومي؟ نحن منابر إعلامية. أين أنتم من المسجونين في السجن المركزي؟ لماذا الآن أظهرتم كل هذا وخلال الفترة الماضية كلها لم تظهروها؟ وهناك الآلاف مسجونين في هذه السجون وهم مظلومون. أسرهم الآن تستجدي في الشوارع، أسر المسجونين في السجون هذه. ويسجنون بدون حق وبدون محاكمات وبدون ذنب. طيب. لماذا لم تقولوا للنائب العام اقبل على المشايخ الذي سجنوا هؤلاء الناس في سجونهم؟ طيب طيب اليوم 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 للاسبوع اليوم للاسبوع الرابع تواليا ستتم مراكمه قضايا، كيف فيما بعد ستعالج اذا عولجت مشكلتكم؟ يعني الان انت تربط قضايا المواطنين بمعالجه قضيتكم؟ لماذا لا تعملون حلا لهؤلاء المواطنين؟ قد يصيبوكم بدعوه تستمر معاناتكم. انا احد المتضررين من هذا التوقف ولكني أصبر. كيف؟ لأن هناك من يبني في أرضي الآن، ولهذا أنا أصبر حتى تدخل حتى تفتتح المحاكم. عندي قضية أيضا جنائية موقوفة بسبب اعتداء علي ولم تذهب إلى النيابة بسبب هذا التوقف، ولكني سأصبر حتى تفتح المحاكم. لكن أما تربطوا هذا بهذا سيادة القاضي، أنا آسف ولكن أنت قد تستطيع أن تصبر، لكن أرملة فقد عائلها ولا يعلم الله يعني ما الذي يحصل الآن يعني في بيتها، قد تكون محرومة من الأكل، قد تكون محرومة من يعني مصدر الحياة، قد لا تستطيع أن تصبر. أنت قد تستطيع أن تصبر. نعم، فلماذا لم تسألوا عن آلاف الأرامل المسجونين أزواجهن وأبنائهن؟ مساحة يعني مسجونون من 20 سنة ومن 30 سنة، لماذا لا تسألوا عن حالهم؟ سيادة القاضي يعني سنسأل، وقناتنا مفتوحة للجميع يعني لكل الأطياف، وقناتنا مفتوحة للمواطن. نحن أضربنا للجميع من أجل العدالة القضائية. لكن أجبني عن سؤالي، يعني أنت تستطيع أن تصبر، هنالك من لا يستطيع أن يصبر، كيف تستطيعون معالجة هذه المشكلة؟ يعني ضعني في اتجاه، يعني طمن المواطن مثلا، يعني قل اننا مستعدون ان يستمر فريق منا في اتجاه المطالب وفريق منا يعالج مشاكل الناس. نحن مستعدون للنزول الى العمل من صباح الغد اذا وفرت الحماية لنا واذا احترم المسؤولين قراراتنا وما نقوم به من مذكرات وغيرها. اما أن يفتأت علينا ولا يسمح لنا بأن نؤدي القضاء الكامل، فنحن سنتوقف حتى تتحقق العدالة الكاملة. إذن رسالتك؟ رسالتي لمجلس القضاء الأعلى أن يقوم بواجباته القانونية والدستورية ويحرك الدعاوى الجنائية ضد أعضاء السلطة التنفيذية الذين لا يقومون بواجبهم، أن يحرك التفتيش للتفتيش بعض القضاء على القضاء ويحاسب المسؤولين عنهم الذين لا ينفذون قراراتهم. رئيس فرع نادي القضاء في الأمانة القاضي عبد الحافظ البنا، شكرا جزيلا لك. شكرا.